مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنة ومقدون وصين ومن الرومان واليونان، هنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان معكم فيها اليوم. النهاردة هكون معاكم أنا شادي البيلي، خبير سياحي ومستشار سفريات، وهناخد جولة لوحدة من أهم الجولات السياحية اللي احنا عودناكم عليها. النهاردة الزيارة هتكون لقاهرة المعز أو القاهرة التاريخية. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. هناخد جولة لوحدة من أهم الجولات السياحية اللي احنا عودناكم عليها. النهاردة الزيارة هتكون لقاهرة المعز أو القاهرة التاريخية. طبعا القاهرة الإسلامية أو قاهرة المعز هي واحدة من أهم المراكز السياحية والمناطق اللي فيها تاريخ كبير بالنسبة لمدينة القاهرة. طبعا يعني القاهرة الإسلامية أو قاهرة المعز أو بيطلق عليها أكتر من اسم، بتسمى أيضا بالقاهرة التاريخية، وكمان القاهرة في العصور الوسطى ده كان اسم ليها تاني. طبعا يعني بشكل عام المناطق التاريخية في القاهرة في مصر كتير، ولكن قاهرة المعز أو القاهرة الإسلامية فيها كمية أثار وسياحة غير طبيعية هنتكلم عنها النهاردة، وهاخدكم في جولة إن شاء الله تبسطوا معايا ونعرفكم بأهم المظاهر السياحية الموجودة في قاهرة المعز. بداية طبعا القاهرة طبعا كانت موجودة طبعا قبل التوسع الحديث للمدينة وخلال القرنين 19 والـ20 طبعا، وكانت الأجزاء المركزية حول المدينة القديمة اللي هي المصورة وحول قلعة القاهرة. كمان اسم القاهرة الإسلامية طبعا مش بيشير طبعا لأن طبعا المسلمين طبعا يعني كان عندهم بروز في المنطقة دي، بل بيشير طبعا إلى تاريخ المدينة الغني وتراثها منذ تأسيسها في الفترة المبكرة من الإسلام. طبعا تتميز المواقع القريبة من قاهرة المعز أو الجيزة أو منفى زي ما كان بيطلق عليها، بتضم واحدة من أكبر التجمعات وأكثرها كثافة في العمارة التاريخية في العالم الإسلامي. مهم جدا إن احنا نقول إن في الفترة دي كان في العديد يعني من المساجد والمقابر والمدارس والقصور والنوازل والتحصينات اللي بيعود تاريخها إلى جميع أنحاء العصر الإسلامي. يعني احنا عشان نلخص اللي احنا قلناه، نقدر نقول ان القاهرة الاسلامية او قاهرة المعز كان فيها الشكل او الطابع الاسلامي صارخ بشكل كبير جدا، وذلك لتعدد المساجد والعمارة الاسلامية في ذلك الوقت. طبعا يعود تاريخ جميع انحاء العصر الاسلامي المصري في عام 1979 اعلنت المنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اللي هي اليونسكو ان القاهرة التاريخية هي موقع التراث الثقافي العالمي. يعني تم اعلان ان القاهرة التاريخية او قاهرة المعز واحدة من مواقع التراث العالمي اللي هي منظمة اليونسكو. طبعا ده تم اعلانه في عام 1979، وكمان ده يعني السبب بيرجع لي ان القاهرة التاريخية هي موقع طبعا مهم جدا، واحدة من اقدم المدن الاسلامية في العالم، فيها طبعا تنوع رهيب من المساجد ومدارسها الشهيرة، الحمامات، النوافير. طبعا كانت مركز جديد للعالم الاسلامي اللي طبعا بلغ عصره الذهبي في القرن 14. كمان عايزين نقول طبعا ان القاهرة الاسلامية او قاهرة المعز زي ما بيطلق عليها وده الاسم الاشيع، كان فيها كتير من المظاهر الاثرية او المشهورة اللي تم طبعا يعني فيها مساجد كتير وفيها مظاهر اسلامية كتير، ولكن مش كلها تم اعتمادها في منظمة التراث العالمي او اليونسكو. هنقول على اهم الاماكن الاثرية والسياحية الاسلامية اللي تم اعتمادها في تقسيم اليونسكو لمناطق. طبعا عندنا منطقة الفسطاط، دي منطقة مهمة جدا في القاهرة، دي مصنفة من مواقع التراث العالمي. كمان في مسجد احمد بن طولون، في كمان منطقة اسمها منطقة العلا، طبعا يعني نواة القاهرة الفاطمية اللي هو الاساس بتاع مدينة القاهرة الفاطمية. في حاجة اسمها مدينة الموتى،
في كمان ضريح الإمام الشافعي، وطبعا في مسجد السيدة النفيسة الشهير، وفي مجموعة السلطان الأشرف قايتباي. دول المناطق اللي تم اعتمادهم طبعا لتقسيم اليونسكو لمناطق العالم بواحدة من مواقع التراث العالمي، فده بيدل طبعا على أهمية منطقة القاهرة التاريخية أو قاهرة المؤسسة. هنتكلم بقى عن كل حاجة من اللي احنا قلناها على حدة، ونبدأ نعرفكم بأهم المظاهر السياحية الموجودة في كل منطقة من دول. بنتكلم على الفسطاط. في طبعا منطقة الفسطاط اللي هي يمكن موجودة حاليا واحدة من أهم المناطق التاريخية واللي السياح بيزوروها. بيبدأ تاريخ طبعا القاهرة في جوهره مع الفتح الإسلامي لمصر في 641 قبل الميلاد، طبعا بقيادة القائد عمرو ابن العاص. على الرغم من أن الإسكندرية كانت عاصمة في مصر في ذلك الوقت، وكانت يعني هي أهم عاصمة إسلامية في الوقت ده، طبعا قرر الفاتحون العرب إنشاء مدينة جديدة تسمى بالفسطاط. طبعا دي يعني بمثابة كده العاصمة الإدارية ومركز حمية العسكرية لمصر. المدينة طبعا الجديدة اللي هي مدينة الفسطاط بتقع بالقرب من قلعة رومانية بيزنطية تعرف باسم حصن بابليون، دي كانت على شواطئ النيل. طبعا دلوقتي بتسمى بحي مصر القديمة. طبعا يعني عايزين نقول برضو ان في اهم من ذلك، هو ان موقع الفسطاط يعتبر واحد من اهم الاماكن الاثرية. يعني برضو التاريخ بيقول ان يعني بيقع عند تقاطع مصر السفلي اللي هو دلتا النيل، وصعيد مصر هو النيل اللي هو طبعا نهر النيل العظيم يعني. فكان مكانه مكان استراتيجي جدا، كان من خلاله بيستطيع التحكم في بلد، يعني كان متمركز. يعني نقدر نقول مدينة الفسطاط كانت موقعها متمركز جدا، وكان مهم جدا ان هي تم تأسيسها في المكان ده، اختار في المكان ده نظرا لمكانتها الاستراتيجية، ان اللي بيبقى موجود فيها بيتحكم في الحركة الموجودة في ذلك الوقت. سرعان طبعا ما بقت الفسطاط واحدة من اهم المناطق الرئيسية، وبقت مينا كمان ومركز اقتصادي في مصر، حيث يعني طبعا أصبحت اسكندرية كمان مدينة أقليمية في عام 661. أصبح العالم الإسلامي تحت سيطرة الأمويين، ومقرهم طبعا كان في دمشق. طبعا يعني بعدها بقى جه طبعا تم الإطاحة بيهم، وبعد كده من قبل طبعا العباسيين. الخليفة الأموي مروان الثاني بعد معركته الأخيرة في مصر، الفسطاط كانت تحت سيطرة العباسيين في الوقت ده، ولكن اللي ميز العباسيين حكمهم الجديد في مصر بتأسيس عاصمة إدارية جديدة شمال شرق الفسطاط. وبعد كده اكتملت المدينة بتأسيس مسجد كبير كان موجود هناك، وشمل قصر لمنزل الحاكم يعرف بدار العمارة. لم يبقى طبعا في المدينة في الوقت الحالي طبعا حاجات دي معظمها مش موجود، ويعني تعتبر منطقة الفسطاط زي ما احنا شرحناها كده منطقة تاريخية ومن أقدم المناطق الإسلامية اللي بيمثل فيها التاريخ الإسلامي في قاهرة المؤسسة. هنتكلم دلوقتي عن كمان واحد من المعالم المهمة المشهورة طبعا في قاهرة المعز، هو مسجد ابن طولون. طبعا مسجد ابن طولون بني في القرن التاسع، وطبعا هو مثال نادر ومميز على العمارة العباسية طبعا خارج العراق. يعني كمان احمد ابن طولون كان قائد عسكري تركي خدم الخلفاء العباسيين في سامراء خلال أزمة طويلة للسلطة العباسية. بعد كده أصبح حاكم مصر في عام 868، لكن طبعا سرعان ما أصبح حاكمها المستقل بحكم الأمر طبعا الواقع يعني. طبعا المسجد ده يعني يعتبر كمان من أشهر المساجد، لأن العمارة اللي معمول بيها وشكله والطراز كان مهم جدا، وخلاه يبقى واحد من أهم المساجد الموجودة فيها. وطبعا كان موجود ميدان لسباق الخيل أو عرض عسكري، وسائل راحة ومستشفى اللي هو بيسموها في الوقت ده برمستان. وطبعا مسجد كبير لا يزال قائما حتى يومنا هذا، طبعا معروف باسمه يعني اسمه ضيرش، وهو طبعا مسجد ابن طولون اللي احنا بننصح طبعا كل الناس اللي هم يزوروه وهيتبسطوا جدا. كمان هنتكلم على حاجة تانية مهمة جدا، وهي تأسيس القاهرة والعصر الفاطمي. في كمان جامع مشهور في القاهرة والعصر الفاطمي، تحديدا هو جامع الأزهر، أسسه الفاطميون عام 972، وطبعا المآذن بتاع الجامع أضيفت في وقت لاحق وهو خلال العصر المملوكي. كمان في باب شهير جدا اسمه باب الفتوح، هو احد البوابات الشماليه للقاهره اللي طبعا بناها الوزير الفاطمي
بدر الدين الجمالي في أواخر القرن الحادي عشر. طبعا يعني الشيء بالشيء يذكر ان نقول ان مصر فيها بوابات كتير. احنا لسه بنتكلم على باب الفتوح، في باب زويلة والعديد من الابواب اللي كانت بتحرس مصر او كانت موجودة في الوقت ده لحماية مصر من دخول اي يعني غزاة او كده. كمان عايزين نقول برضو ان المدينة كانت يعني طبعا فيها كتير من المظاهر العمارة الاسلامية، وكمان تم تأسيس قصور مهمة جدا في الوقت ده وضمت يعني الخلفاء بقى اللي كانوا في الوقت دوت واسرهم. يمكن في واحد او في اتنين من اكبر القصور، يمكن كمان المنطقة دي سميت فيما بعد بمنطقة بين القصرين، طبعا لان كان فيها قصرين لاتنين من الخلفاء اللي كانوا بيعيشوا في الحقبة دي. كمان مسجد المدينة اللي هو يعني طبعا جامع الازهر أسس في عام 972 باعتباره مسجد الجمعة طبعا، وكمركز للتعلم والتعليم. يعني احنا شايفين ان جامع الازهر كمان تاريخه طويل جدا في الحقبة دي. يعتبر طبعا من اقدم الجامعات في العالم. الشارع الرئيسي في المدينة المعروف اليوم بشارع المعز لدين الله الفاطمي، ولكن يشار له تاريخيا باسم القصبة او القصبة. طبعا يمتد من احد بوابات المدينة الشمالية اللي هو باب الفتوح الى البوابة الجنوبية اللي هي باب زويلة زي ما احنا قلنا من شوية. يعني كان في بوابتين، البوابة الشمالية اللي كان اسمها باب الفتوح، والبوابة الجنوبية كان اسمها باب زويلة. مرت طبعا بين القصور عبر بين القصرين، لكن في عهد الفاطميين طبعا كانت القاهرة مدينة ملكية وكانت مغلقة امام عامة الناس، وما كانش بيسكن فيها غير عائلة الخليفة ومسؤولي الدولة وافواج الجيش وغيرهم من الاشخاص الضروريين لعمليات النظام ومدينته. طبعا الفسطاط اللي احنا كنا نتكلم عليها من شوية ظلت طبعا لبعض الوقت هي المركز الاقتصادي والحضري الرئيسي لمصر، وفي وقت لاحق طبعا قامت القاهرة طبعا وكبرت لاستيعاب المدن المحلية الاخرى بما ذلك الفسطاط. يعني احنا بنتكلم على تاريخ القاهرة المعز. مهم كمان ان احنا نقول ان الحقبة العصرين الايوبي والمملوك في الوقت ده كانوا هما الاكثر تشييدا للعمارة الاسلامية الموجودة في الوقت ده. في كمان واحدة من اهم القلاع الموجودة هي قلعة صلاح الدين الايوبي اللي تأسست عام 1176 وطورها حكام اخرون من بعده. طبعا يمكن طبعا مسجد محمد علي في القرن التاسع عشر هو يطل على جدرانه، يعني اللي موجود فيه مسجد محمد علي حاليا يقدر يشوف منه قلعة صلاح الدين الايوبي لان المسافة بينهم قريبة جدا. كمان في مسجد ومدرسة السلطان الناصر حسن في المماليك البحرية، دي انشئت في منتصف القرن الرابع عشر. كمان في قبة مشهورة جدا هي قبة مجمع السلطان قايتباي في المقبرة الشمالية، حاجة اسمها أول المماليك البرجية. طبعا دي كانت انشئت في أواخر القرن الخامس عشر. طبعا عصر أو عهد صلاح الدين بداية الدولة الأيوبية اللي حكمت مصر وسوريا ووصلت القتال طبعا ضد الصليبيين، كانت مدينة محصنة جدا وطموحة اللي هي يعني اللي بيسموها دلوقتي القاهرة أو مدينة القاهرة الكبرى. عايزين نقول كمان إن في عام 1250 الدولة الأيوبية تعثرت وانتقلت السلطة إلى نظام يسيطر عليه المماليك، وكان المماليك طبعا أشهرهم طبعا يعني دعم الأساسية طبعا وأصبحوا الدعم الأساسية للجيش الأيوبي، وكان أشهرهم حكم السلطان الصالح أيوب. احنا بنحاول نختصر لأن التاريخ يعني فيه تفاصيل كتير جدا، ولكن أنا عايز أوريكم إن المنطقة دي يعني فيها يعني قدامة ويعني مهمة جدا، وطبعا فيها زي ما احنا شايفين امتزاج ما بين عصور عديدة زي العصر المملوكي والفاطمي والأيوبي وغيرهم من العصور، فده الهدف من احنا نقول بعض التفاصيل. كمان يعني تحت حكم طبعا الأيوبيين والمماليك اللاحقين أصبح شارع القصبة موقعا متميزا لبناء المجمعات الدينية والأضرحة الملكية والمؤسسات التجارية. يعني عادة ما يراها السلطان أو أفراد الطبقة الحاكمة هو المكان الذي تطورت فيه أسواق القاهرة الرئيسية في ذلك الوقت. طبعا عايزين نقول يعني من أشهر الأضرحة تجد الموجودة عندنا الجامع الأزهر وضريح الحسين. مباني تجارية كانت منشئة في ذلك الوقت جديدة في الشرق بالقرب طبعا من الجامع الأزهر وضريح الحسين. وكمان لا تزال حتى وقتنا هذا منطقة السوق في خان الخليلي موجودة بشكل تدريجي، أحد العوامل المهمة في التنمية الحضرية في القاهرة، وكانت الشخصية هي العدد المتزايد لمؤسسات خاصة طبعا في الفترة المملوكية. تم طبعا تأسيس العديد من المساجد والأضرحة في ذلك الوقت، ويمكن بقت حتى وقتنا هذا مزار وتمثل طبعا حاجة مهمة جدا للسياح والأهل مصر عبر عصور التاريخ المختلفة. كان في حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة كنا بنسمعها يمكن في الأفلام والمسلسلات، حاجة اسمها المشربية.
مشربية دي كانت واحدة من أهم المظاهر المعمارية المهمة في هذه الفترة. كان في بعض الشوارع الموجودة في القاهرة التاريخية منازل متعددة الطوابق وبيوجد فيها نوافذ خشبية. النوافذ الخشبية دي كانت معمولة بطراز معماري فريد وكان فيها تفاصيل مهمة جدا، يعني تحفة معمارية بمعنى الكلمة، فكان بيطلق عليها المشربية. ودي كانت واحدة من أهم الحاجات المشهورة اللي احنا دلوقتي بمعنى أصح بنقول عليها شباك أو نافذة. يعني استمرت القاهرة كونها مركزا اقتصاديا رئيسيا وواحدة من أهم مدن الدولة طبعا العثمانية كمان بعد كده، وظلت نقطة الانطلاق الرئيسية لطريق الحج إلى مكة، بينما لم يكن الحكام العثمانيون طبعا رعاة أساسيين للعمارة زي المماليك. وطبعا استمرت القاهرة في التطور ونمت أحياء جديدة خارج أسوار المدينة القديمة. طبعا يعني تقاليد العصر المملوكي، بدلا من العصر المملوكي كان واحد من أهم السمات المعمارية الموجودة في ذلك الوقت، ولما ننزل دلوقتي نشوف حاجات في القاهرة التاريخية بنلاقي العديد من الأضرحة والمساجد اتعملت في الدولة دولة المماليك أو الدولة المملوكية أو العصر المملوكي. يعني كمان عايزين نقول ان طبعا لما جاءت الدولة العثمانية طبعا يعني في ظل حكم طبعا محمد علي باشا تم تجديد قلعة القاهرة بالكامل، وتم هدم العديد من الآثار المملوكية المهجورة لإفساح المجال لمسجده الجديد اللي هو مسجد محمد علي، وتم طبعا ادخال قصور اخرى. طبعا ادخلت سلالة محمد علي ايضا الطراز المعماري العثماني بشكل اكثر صرامة، خاصة في اواخر العصر اللي كان بيطلق عليه الباروكي العثماني. وفي ذلك الوقت طبعا احد احفاده اسماعيل بصفته الخديوي بين عامي 1864 و1876 اشرف على بناء قناة السويس الحديثة. ان يعني فترة محمد علي كان فيها العديد من المشاريع اللي اتعملت في الوقت دوت، وساهمت طبعا في اصدار القاهرة ومصر اقتصاديا. عايزين نتكلم بقى على مساجد طبعا الموجودة في قاهرة المعز او القاهرة الاسلامية. عديد من المساجد طبعا ممكن من اشهرها مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط. يعني طبعا هو مسجد ابن طولون هو اقدم مسجد احتفظ بشكله الاصلي، وهو مثال نادر على العمارة العباسية في الفترة الكلاسيكية للحضارة الاسلامية. طبعا تم بناء مسجد عمرو بن العاص باسلوب مستوحى من العاصمة العباسية طبعا وهي سامراء في العراق، وهو من اكبر مساجد القاهرة، وغالبا ما يكون يتم استشهاد به كواحد من اجمل المساجد الموجودة في مصر وهو مسجد عمرو بن العاص. كان في جامعة اللي احنا قلنا عليها من شوية كانت جامعة الازهر، هي المركز الاول للتعليم الاسلامي في العالم، وكانت واحدة من اكبر الجامعات المصرية اللي ليها فروع في جميع انحاء العالم المهمة. طبعا بيحتفظ طبعا المسجد بعناصر فاطمية مهمة، ولكن تمت إضافة توسعات ليه في القرون اللاحقة، ولا سيما ما بين ومن قبل سلاطين المماليك اللي هو السلطان قايتباي وكنسوة الغوري طبعا عبد الرحمن كتغدة. في القرن الثامن طبعا تم إضافة العديد من سمات وطبعا والأسوار، ويمكن أهمها مسجد الحكيم، مسجد الأقمر، ومسجد جويشي، طبعا في مسجد اسمه مسجد الصالح طلائع. دي كانت المساجد الموجودة في الوقت ده. كمان عايزين نقول ان طبعا من اشهر الامثلة على الاثار المملوكية في القاهرة مسجد السلطان حسن الدقدقي، يعني هو يعتبر من اضخم المساجد الموجودة في مصر في قاهرة المعز. وكمان في مسجد السلطان المؤيد شيخ، طبعا ده اللي بنيت مأذنه فوق بوابة باب زويلة. كمان في مجمع السلطان الغوري، المجمع الجنائزي للسلطان قايتباي في المقبرة الشمالية، يعني ده كمان بيتلاقى الأثار ما بين القصرين اللي بيتضم مسجد ومدرسة الناصر محمد المعز ومجموعة السلطان المنصور قلاوون ومجموعة السلطان الظاهر برقوق. وكمان تتضمن بعض المساجد طبعا يعني كان فيها عمارة سنوية غالبا بتكون في شكل أعمدة وغالبا بتكون في تاج العمود. هنتكلم كمان عن الأضرحة بعد ما اتكلمنا عن المساجد، هنتكلم على الأضرحة وأهمها طبعا أو يعني أهم الأضرحة الموجودة في القاهرة. يمكن تعد القاهرة الإسلامية أيضا موقع العديد من أهم الأضرحة، زي مثلا مسجد الحسين اللي طبعا يعني من أهم مظاهر الموجودة ومزار مهم جدا وليه تاريخ وكمان ليه يعني أهمية وليه روحانية مهمة جدا بالنسبة للشعب المصري حتى وقتنا هذا، ومن أهم المزارات. يمكن كمان مسجد الحسين الناس بتستغله وبتروحه كتير، أو يعني بيبقى فيه تركيز عليه في شهر كمان رمضان والأعياد الإسلامية والدينية. كمان في ضريح الإمام محمد بن إدريس الشافعي مؤسس المذهب الشافعي، أحد المدارس طبعا الفكرية الأولية في السنة
أو في سنة الفقه الإسلامي. في كمان مسجد السيدة رقية ومسجد السيدة نفيسة وغيرها من المساجد والأضرحة طبعا، بس دول أشهرها يعني. في طبعا بعض هذه الأضرحة داخل مناطق المقابر الشاسعة المعروفة بمدينة الموتى، يعني دي كمان فيها العديد من الأضرحة. طبعا يعود تاريخ المقابر إلى تأسيس الفسطاط، لكن العديد من أبرز وأشهر هياكل الأضرحة تعود إلى العصر المملوكي. كمان ما نتكلم على البوابات اللي احنا قلناها من شوية، ولكن هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. بالنسبة للبوابات المدينة وجدرانها، لما أسس الفاطميون القاهرة كمدينة قصر عام 969 كانت محاطة بدائرة من الجدران، عيد بنائها طبعا بالحجر في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي من قبل بدر الجمالي، والتي يعني بقيت أجزاء منها اليوم في باب زويلة في الجنوب وباب الفتوح وكمان باب النصر في الشمال. وتم تمديد الجدران وتعديلها بواسطة الأيوبين كجزء من خطة صلاح الدين الطموحة لحماية كل من القاهرة والفسطاط بمجموعة واحدة من الجدران. تم حفر أجزاء من هذه الجدران مؤخرا بالقرب من حديقة الأزهر، طبعا بما في ذلك بعض البوابات الأيوبية مثل باب البرقي. طبعا ما نتكلم على القلعة، بدأ طبعا صلاح الدين في بناء قلعة واسعة عام 1176 اللي تكون بمثابة مقر السلطة في مصر مع الانتهاء من البناء في عهد خلفائه. يقع على القلعة بالقرب من تلال المقطم المطل على المدينة، وظلت القلعة مقر مهم وإقامة حكام مصر حتى أواخر القرن التاسع عشر، ومن ثم تحولت مرارا وتكرارا في ظل الحكام اللاحقين. ومن أهم الأماكن السياحية الموجودة في مصر هي القلعة أو القلعة زي ما بنقول كمصريين يعني في الوقت الحالي. بنتكلم كمان على الخان المشهور في مصر والشهير حاليا هو خان الخليل الشهير طبعا، وده يعتبر سوق ومركز تجاري يضم الكرفانات ومثال اخر على العمارة التجارية التاريخية في القرن السابع عشر. وكان في منطقة اسمها قصبة رضوان بي، يعني دي كانت من اهم المناطق الموجودة في الوقت ده، وكانت هي يعني دلوقتي هي جزء من منطقة الخيامية، واسمها مشتق من المنسوجات الزخرفية او الخيامية التي لا تزال تباع حتى وقتنا هذا. كمان هنتكلم على اهم المعالم والاثار الفاطميه الباقيه حتى وقتنا هذا. في مسجد اسمه المسجد الحاكم بامر الله، وده مسجد موجود في شارع المعز في الوقت الحالي، وتم ترميمه وافتتاحه مره اخرى بعد الانتهاء من ترميمه والاصلاحات اللي تمت فيه. فطبعا بننصح كمان كل الناس ان هم يزوروا مسجد الحاكم بامر الله للي ما شافوش قبل كده، تحفه معماريه فريده من نوعها في القاهرة المعز. مقبرة باب الوزير ومن وراءها جامع محمد علي، دي من أهم المعالم الأثرية الفاطمية البقية حتى وقتنا هذا. وفي كتير طبعا من الأثار، عندنا بقى مسجد الحاكم بأمر الله زي ما قلنا، في قصر الأمير بشتاك، وفي جامع الأقمر، وفي باب زويلة، باب النصر، مشهد الحسين بن علي بالقاهرة، وفي حارة برجوان، وفي الأزهر، الجامع اللي بناه جوهر الصقلي، في كمان القبة الفاطمية بشارع الجمالية، عندنا كمان مشهد كلثوم أو كلسم زي ما بيتنطق بشارع الإمام الليسي بالقاهرة، في مسجد اللؤلؤة بجبل المعطم، كمان في قبة أو بعض القبب الشهيرة في الوقت ده كانت من ضمنها قبة أبو الغضنفر بالدراسة، في قبة تانية كان اسمها قبة الشيخ يونس بقرافة باب النصر، في قبة كمان كان اسمها قبة الجعفري بشارع الأشراف، وقبة الحصواتي بالإمام الشافعي، كمان كان في قبة شهيرة اسمها قبة القاسم الطيب أو القاسم الطيب. كان اسمه القاسم الطيب ابن محمد المأمون ابن جعفر الصادق، يعني ده كان من اهم القبب الموجوده في الوقت ده. كمان في مسجد الصالح طلائع بباب زويله، في قبه تانية شهيره اسمها قبه يحيى الشبيه ابن القاسم الطيب بالامام الشافعي، وفي طبعا مشهد او ضريح السيده رقيه بنت علي بشارع الاشراف، كمان في باب الوزير ومدرسه خاير بك. يعني دي اشهر حاجات احنا لسه قلنا طبعا باب الوزير. باب الوزير هو احد بوابات اسوار مدينة القاهرة القديمة، وتم الانتهاء منه عام 1341 من قبل طبعا وزير السلطان ناصر الدين محمد ابن قلاوون، يعني واحد كان من اهم الحاجات المهمة جدا هو باب الوزير. كمان كان في الباب كان جزء من السور الايوبي في حي الضرب الاحمر في القاهرة التاريخية بجوار مسجد ابراهيم اغا
والذي طبعا أعطى الشارع اسمه باب الوزير. يعني مسجد إبراهيم أغا هو ده السبب إن خلى الشارع يبقى اسمه شارع باب الوزير. كمان يوجد بالشارع أيضا مسجد كومجاس الإسحاقي أو ما يطلق عليه بمسجد أبو حربة ومسجد الطنبغة المراداني. يعني احنا شايفين الأسامي والمسميات هي أسامي يمكن صعبة شوية، ولكن هي برضو دليل صارخ على سيطرة الحقبة الأيوبية في الوقت ده والعصر الأيوبي في الوقت ده. ومهم جدا ان احنا كنت اقول الأسامي والأثار دي عشان نحس قد ايه المنطقة دي منطقة تاريخية وفيها عبق الزمان طبعا اللي احنا بنتكلم عليه. كمان منزل موجود اسمه منزل الرزاز، والذي يحتوي على باب السلطان قايتباي بداخله ومدرسة أم السلطان شعبان، ويقابلها منارة زاوية الهنود. كمان في بكوارها مدفن إبراهيم خليفة جنديان، يقع طبعا الباب أيضا في منطقة المجاورة لمقبرة بابز الوزير، والتي تحتوي على عدد من الأضرحة والمباني المملوكية بما في ذلك ضريح طرباي الشريفي المرمم. طبعا دي يمكن اكتر المظاهر التاريخيه اللي كانت موجوده في الوقت ده. عايزين نقول كمان قاهره المعز او القاهره التاريخيه هي الاساس اللي قامت عليه بعد كده القاهره الكبرى والاحياء اللي احنا موجودين فيها حاليا في مدينه القاهره. احنا كتير مننا يعني في وقت يعني كمصريين من اكتر المناطق اللي احنا بنحب نروحها هي منطقه القاهره او شارع المعز. شارع المعز في الوقت الحالي كمان جدير بالذكر ان احنا نقول ان بقى بيتم استغلاله الاستغلال الامثل، ويعني الوسائل الترفيه المختلفه بشوف مهرجان اسمه مهرجان التراث والطبول، ده بيحصل في السنوات الحاليه اللي احنا فيها. كل سنه بيبقى عباره عن مجموعه من الناس او الفرق المختلفه التراثيه الخاصه بالطبول والرقص الشعبي من جميع انحاء العالم بتيجي لشارع المعز علشان تعمل عرض خاص بيها. فبكده شارع المعز لغايه وقتنا هذا ما زال يستقبل العروض الفنيه والمسرحيه والتراثية حول العالم. كمان احنا قلنا ان قبة او وكالة الغوري الموجودة كمان حتى وقتنا هذا بيتم عمل فيها بعض انشطة ترفيهية او الفنون الحاجات الخاصة بيه، العروض الفنية والاكتشاف المواهب وبين الحين والاخر. طبعا اتمنى ان انتم تكونوا اتبسطتوا معايا في هذه الزيارة اللي انا استمتعت برفقتكم فيها، وان شاء الله هنكمل العديد من الاماكن السياحية الجديدة واللي موجودة في مصر. كان معاكم شهاد البيالي خبير سياحي. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين.